تقدم كبير ولكن غير حاسم حتى الآن حققه بيرني ساندرز اليساري في معركته لمحاولة الفوز بتمثيل الحزب الديمقراطي. ضمن نجاحه في ولايات يوتا وكولورادو وفيرمونت، لكنه سينتظر نتائج كاليفورنيا بترقب كبير، إضافة إلى تكساس لأنهما أكبر الولايات وقد تعززان فرصه في المعركة التي باتت محصورة بينه وبين نائب الرئيس السابق المرشح الوسطي جو بايدن. سنفوز في ترشيح الحزب الديمقراطي. And we are going to defeat the most dangerous. وسنهزم أخطر رئيس في تاريخ البلاد. تقدم ساندرز بأصوات من هم دون 30 في العمر وذوي الأصل اللاتيني ومحدودي الدخل ليواصل هجومه على من يتهمهم بتمثيل أصحاب المليارات، وهو يقصد بايدن، أو من يحاولون شراء الانتخابات ويعني بذلك الملياردير مايكل بلومبرغ. سنهزم المؤسسات القائمة على دعم الشركات الكبرى وسنهزم جشع وول ستريت. فوز ساندرز في ولايته فيرمونت كان متوقعا بالكامل، وتقدم فيها بثلاثين نقطة على الأقل عن أول منافسيه بايدن. أتوقع منه أن يقلص الفارق في الثروات، وآمل أن يتمكن من تحسين الرعاية الصحية. أعتقد أن إزاحة ترامب من المنصب لا يكفي. أرى أن بيرني ساندرز هو المرشح الوحيد حاليا الذي يطرح تغييرات جوهرية خاصة في موضوع الرعاية الصحية وإلغاء ديون الطلاب وعدم توريطنا في حروب لا طائل منها. بزخم كبير إذن انطلق ساندرز من فيرمونت إلى باقي الولايات الأمريكية في معركة تبدو أكثر صعوبة عليه مما أظهرته استطلاعات الرأي. خطاب يشبه خطاب النصر توجه به ساندرز إلى مناصريه، معلنا أن الوجهة المقبلة بعد الثلاثاء الكبير هي هزيمة ترامب والوصول إلى البيت الأبيض. نبيل أبي صعب، العربي، فيرمونت.